مرحبا، كلنا عنا أسامي وكل أسامينا إلها علاقة بشخصيتنا. اسمي ديانا، سموني على اسم الليدي ديانا. ديانا هي إله القمر والصيد، وهي شخصية اجتماعية وبتقدر تتعامل مع مختلف الأطباع، وبعتقد إنها صفة إيجابية عند المذيعات. ببساطة، الشي اللي حابة أقوله عني إني بحب التيفي والإعلام بشكل خاص، وما بقدر شوف حالي غير كمقدمة برامج. هلأ من الآخر، أنا مذيعة وعندي برنامج مسابقات أكيد رح تحبوا كتير. حابين تعرفوا أكتر عنه؟ لحقوني تفرجيكم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم اربح مع دندن، حلقة مميزة بانتظاركم مشاهدينا لأنها مليانة بالربح والجوائز القيمة. كرمال هيك ما تخلوا أي شيء عطلكم عن الاتصال والمشاركة معنا. جوائزنا لليوم هي سفرة على تركيا لمدة 5 أيام، قسيمة شرائية بقيمة 3000 دولار، وأخيرا سيارة موديل السنة. مثل ما شفتوا كلها جوائز تستاهل اللعب والربح كمان. بريك صغير وبنرجع مع أول اتصال وأول رابح، خليكم معنا.